ايه يا مرسيان؟ معرفش اقعد مع عشيتي شويه. ايه ده؟ شقطتها منين دي؟ دي اخت واحد صاحبي. تشقط اخت صاحبك؟ انا اشقط صاحبي نفسه. ده غريب قوي يا جدع. غريب؟ طب وريها لي. طيب ما ينفعش. وريها لي. والله ما ينفع. ليه؟ اصل انت وهي نازله قالت لك انها رايحه الدرس، فانت لو شفتها. لا مش انا يا عاشور، انا ما عنديش اخوات بنات. ايه ده؟ امال اللي فوق دي تبقى مين؟ ممكن تبقى اختك انت. السفله مفهماني انها رايحه درس ورايحه تقابلني. العيله باظت خلاص. انت عايز مني ايه؟ متصل بيا وبتقول لي كلام خطريف. خطريف يعني ايه خطريف؟ ما انا مكلمك في التليفون يا عم عاشور. في باشا عايز يبقى بلطجي. والله عايز يبقى بلطجي، معاه فلوس كتيره مش عارف يعمل بيها ايه. معاه فلوس كتيره قوي، عنده علاقات. علاقات ياما. انا هعمل لك الخدمه دي مقابل خدمه من الباشا ده. ايه؟ الرخصه بتاعتي اتسحبت، يعرف يجيبها لي؟ ده في ثانيه يجيبها. بجد والله؟ اه والله. طب عليها مخالفات كتير، يعرف يدفعها لي؟ يدفعها، معاه فلوس قد كده. بجد والله؟ اه. طب اخر خدمه ايه؟ يجيب لي عربيه. ما عنديش عربيه. والنبي افرح بالرخصه يوم بس. يا عم حرام عليك، انت بتقول ايه؟ بقول ايه؟ ما انت برضو بتطلب مني حاجات مجنونه. اجيبه ازاي يبقى بلطجي؟ انا اعمل له ايه؟ يا عم انا شرحت لك في التليفون، هتفهم الناس ان دي لعبه، حركه هنعملها. افهمهم ان هم يتضربوا مقابل ايه؟ مقابل فلوس. هياخدوا فلوس مني يعني مثلا هو ثبت واحد. الراجل ده اداله 1000 جنيه. ندفع له احنا 2000. حلو. وايه تاني؟ ولو 2000 نديله 4. ولو 4 8. يعني نسب متساوي. ايوه خلاص انا كده فهمتك. أنا الباشا ده اسمه ايه؟ الباشا ده اسمه فهمي باشا. فهمي؟ لا ما ينفعش، فهمي ده مش اسم بلطجي. ايوه صح عندك حق، احنا نسميه ايه؟ فهمي اروانه. حلو ده، بس يبقى اروانه على طول. ماشي. شيل فهمي، اسم باشوات. ايوه صح عندك حق. خلاص انا كده فهمت كل حاجه، ما تقلقش. ده تليفون بيت ده ولا ايه؟ استنى قبل ما ترد اروح انا اظبط الناس. روح انت ظبط الناس وزي ما فهمتك بالظبط. الالف 2000 والالفين 4 والاربعه كام؟ الاربعه 8. نسب متساويه، نسب متساويه. يا سلام يا اخويا. ده فهمي بقى. ايوه فهمي باشا. الو. ايوه يا باشا. ايوه انتوا فين؟ انا في الحاره سعادتك مستنيك. تتوت. انا تقريبا داخل الحاره فيها سلم مرسوم باين. في حاجات عجيبه في الحاره هنا. ايوه وصف لي سعادتك عندك ايه. وفي بقاله جمجوم. جمجوم؟ جمجوم يا سعادتك. عنده حاجات غريبه. ايوه اوصف لي بالظبط انت فين يا سعادتك. وبوابه وفي حمار في نص الحاره. ايه ده انت وصلت سعادتك؟ ازيك يا باشا؟ اهلا اهلا. الله الله، ايه لبس القبهه دي؟ بتوقف توقف. اخش على اي حد بلطجي، اخش على اي حد. بص الماشيه كمان وريني. ايه السيعف كده يا باشا؟ ايه مش صايعه دي؟ لا عادي انت مشيت كده. ايه يعني دي مش صايعه؟ بص بقى ماشي صايعه. وهم بيمشوا الصيع. أيوه. بيطلعوا ينزلوا. يطلعوا ينزلوا ايه يعني؟ تلاقيه ماشي كده. امشي كده يعني؟ وخلي ايدك كده للجنب كده. هتلبخني المشهد دي على فكره يا باشا. ركز شويه. اهي بص دي. طب بص دي، وريني المشهد دي. ايوه دي. دي صايعه جدا دي. انت طلعت اللسان. ايه رايك؟ انت طلعت لسان مبهره يا باشا. بس مش عارف اكلم لساني بره، خلي بالك. ما دي الحرفيه بقى، دي الحرفيه. ماشي. تتكلم ولسانك بره الناس تنبهر، يقول ده بلطجي على طول. اهو. ايه ده يا باشا؟ ايه ده اللي انت لابسه ده؟ ايه ده، بلطجي ولا شعبان عبد الرحيم؟ الاكسسوارات دي مهمة جدا. اكسسوارات ايه سعادتك؟ اقلع بس الاكسسوارات دي. الحاجات الذهب دي يعرفوا ان انا قد ايه غني. هو غني ايه؟ في بلطجي غني ولا بتاع؟ ايوه ما بلطجي غني طبعا. امال بيه؟ اقلع يا باشا، اقلع اقلع الحاجات دي وبهدل نفسك شوية. ابهدل نفسي ازاي؟ ايوه بهدل نفسك سعادتك. يعني ايه ابهدل نفسي؟ هدومك نضيفة قوي على بلطجي. يعني اعمل ايه؟ اوسخها يعني؟ في بلطجي يكوي هدومه. ايه ده؟ ما انا ممكن ابلطج على المكواجي وما تفعلوش مثلا. تبلطج عليه ما تفعلوش ازاي يعني يا باشا؟ يعني ازاي؟ انا مش فاهم سعادتك والله العظيم خالص. يا ابني بلطجي بلطجي لازم اخش على ناس ابهرهم الاول. تبهرهم؟ حفظت انت الاول الكلام اللي انا حفظته لك؟ امال ايه؟ سمع يا سعادتك. الدنيا بهدلتنا والصياعه مدرستنا. الله الله الله، هو ده يا سعاده الباشا. بص ثانيه واحده، ثانيه واحده، ده لسه في بقى اختبار المطوه بقى. ها يلا فرجني بقى. يلا يلا. ايه هي هتفتح لوحدها؟ الحركه اللي انا بمسك البتاع في البتاع دي كده. يلا وريني. وبلف ايوه. يا سعاده الباشا مش كده.
لازم تبقى مجرم وانت بتحرك المطوه. يعني ما هو لازم يبان عليك وعلى نظراتك وعلى لسانك وعلى مشيتك وعلى كله. يعني سعادتك تمسك المطوه كده في ايدك وتخش على الراجل تقول له ايه يا تفتحها كده افتحها الاول وممكن تتكلم وانت بتطلع لسانك تقول له ايه يا في ده كده مش بلطجي ده متخلف عقليا. ماشي يلا يا باشا انت اصلك طالب كذا حاجه مع بعض يا باشا ما تقرفنيش تعرفنيش اصلي سكران سعادتك معلش سكران من يوميها والله يا باشا انا اسف براحتك يا باشا طب ما افتحها بايدي يا عم وخلاص يا عم وايه الصياعه يا باشا لو فتحتها بايدك طب الناس تقول علينا ايه في مطوه مليانه بصوص تدوس عليها كده تقوم طالعه وخلاص يا عم دي بتاعت البلطجيه السيس يعني تعمل كده تفتح المطوه تعمل ازاي ايه الصياعه في كده اي عيل صغير يدوس على الزرار تفتح لكن المجرم الصح يمسك المطوه كده ايه ياض في ايه ياض ماشي مش دي بتاعت يا باشا هي الشغلانه صعبه يعني سعادتك افتحها بايدك وخلاص ايوه اهو افتحها بايدك يا سعادتك يلا اوعى تعمل كده قدام الناس لا ان شاء الله هيقتلوك لو عملت قدامهم كده ان شاء الله مش هيحصل ما تقلقش مش قلقان يا باشا بس يا شفت العيال الصغيرة في الحارة عاملين ازاي قول لي بقى هتقول ايه يا باشا انا معلش كله مع بعض اصبر يلا افشع عياض افشع اخشع افشع اخشع يا باشا يا عم ما انت كاتبها لي افشع بالفه اهي بالفه دي ولا مش بالفه افشع ياض يا باشا ما هي الخاء شكل الفه في الرقعه الرقعه كاتبها رقعه انا انا ما بفهمش في العربي قوي لكن دي افشع يعني هي المفروض تبقى ايه اخشع ماشي يلا وريني اخشع ياض حلوه قوي يا باشا ها مع المشيه اخشع ياض اخشع ياض تمام سعادتك كده ماشي ده منبهر سعادتك ها انت منبهر منبهر والله اصبر على اللي جاي ده ها مش كتر مال احنا زهقنا من ناس الشمال ايوه 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 يا سعاده البيه هو ده بقى خش يا باشا قلب نفسك بدل ما قلبك يلا يا باشا انت بتتكلم عبري قلب نفسك قلب نفسك يا باشا الله قلب نفسك بدل ما قلبك يا باشا يا باشا قلب نفسك جايه من التقليب قلب نفسك قلب نفسك يعني اتفضل وكملها اتفضل ادي قلب اهي فين الشده لازم يبقى في شده على القاف لازم هو انا قاعد اعمل لك في شده يا باشا حط شويه شدات وانا اوزعهم طيب قلب نفسك بدل ما قلبك ها كمل الجملة قلب نفسك بدل ما قلبك يا باشا حرام عليك قلب نفسك قلب بقى قلب نفسك بقى انت مسحقلي يا هض سكران والله سكران تينو يا سعادتك معلش ها ايه رأيك بقى في الشويتين دول شويتين حيوني او بص يا باشا سيبك بقى من الورقة دي خالص احنا هنعمل ايه دلوقتي انا عايزك تشغل مخك يا سعادتك ماشي يا سعادتك شغل مخك شوية هنعمل ايه بقى هقولك هنعمل ايه هنقف كده اول ما حد من الناس اللي في الحاره يعدوا شفت الحزام ده حزام موس عشان لو ما عرفتش استخدم ده استخدم ده تقلع الحزام وتحط عليهم امال ايه ده انت يا باشا بقيت خطير جدا امال ايه علامي ده بقى يا باشا فين الناس اللي انا هبلطج عليهم ما هم لسه ما صحيوش ايه الحاره اللي بتنام بدري دي وقاعده لغايه الصبح لسه ما صحيوش ما هو سعادتك هم بيسهروا وحاره مجرمين يا باشا يسهروا طول الليل ويناموا الصبح يا سعادتك شويه كده وهيصحوا انا بقى هاخد حضرتك ونستخبى ماشي. واول ما يظهر حد من الحاره تظهر عليه بالمطوه ثبته وتاخد كل فلوسه انت اوفر ليه كده يا سعادتك بوريك يا سعادتك بوريك بفرجك طب تعال تعال استنى على ما يجوا الناس وبعدين احنا نخش عليهم ما تخرجش غير بالمشي اللي علمتها لسعادتك يلا بينا يا باشا يا
بنا يا بنا الحان يا جبنا. انت فين يا بنا؟ انا واقف بنا. اما تيجي جوه. انا جاي اهو يا عم. انت فين؟ انت فين يا عم؟ ده الحاره ملمومه وعامله فيلم على راجل غني عشان نقلبه في فلوس. ما هو بسبب استعجالك فيا عملت حادثه بالعربيه. يا ساتر. ايوه خبطت اتنين. اتنين؟ واحد مات والتاني لسه يتكلم. طلع اخرس صاحبك مات ما فتحش بقه. هتقعد ترغي انت بقى؟ وفجأة لقيت لك انسان ملاك لابس ابيض فابيض موتوسيكل ابيض خوذه بيضه قال لي انزل يا ده حللك. قلت له يا دكتور انا سليم. شوف الراجل اللي بقى ستيكر على الارض ده. انت ايه سكران ولا ايه يا دكتور؟ عم انت مجنون. ده ظابط. ما انا عرفت وحللت والنتيجه طلعت. اه النتيجه ايه؟ حامل. مبروك يا لانشون. مبروك يا بنا. بقول لك ايه، من دلوقتي لا تكر ولا تمسح ولا تخسر، تنام كده عشان الجنين. ايه في ايه؟ بتوحم على ازاز البيرة. بيرة؟ يا عم بيرة ايه يا عم؟ دي مش اوانها. وبعدين انت مال وشك كده متضايق قوي كده يا بنا؟ في ايه؟ يا عم وانا نازل يا عم مراتي قالت لي انا عايز اعترف لك اعتراف. ايه؟ قلت لها قول. قالت لي انا بحب محمد منير. وعملت ايه؟ اديتها بالقلم. قلت لها اسمه الكينج محمد منير. لا اصلي اصلي. بقول لك ايه يا لانشو؟ انا اعرفك من يجي 20 يوم وما اعرفش انت شغال ايه يا لانشو. حلوان. اخوان؟ لا بالزيتون. بقول لك ايه؟ ما تيجي نلعب لعبة حلوة كده بقى على ما يبدأوا الفيلم ده. نلعب؟ ماشي. اه. نلعب ايه بقى يلا؟ نلعب كهربا شد الكوبس. لا. احنا نلعب شمعة قول هوف. ليه؟ عشان نخفف الأحمال. يا وطني يا بنا، يا وطني يا جامد. بقولك يا بنا، يلا بينا بقى نجهز عشان نشترك في الفيلم اللي هيعملوه على الراجل ويقلبوه في فلوسه ونروح نمثل معاهم. ماشي يلا نخرج مع بعض. يلا يلا هات ايدك معايا. يلا بقى بينا بسرعة. يا توحيدة يا توحيدة يا بنت يا توحيدة يا بنت. يا توحيدة. ايوه ياما. انت فين؟ انت مالك يا بنت؟ انت فين يا بنت؟ ما طلعيش عيني. وربنا ما هاجي يا بنت. تعالي عشان خاطري. عايزه ايه؟ عايزه ايه مني ياما؟ عايزه ايه مني؟ انت كنت فين يا بنت؟ مالكيش دعوه. انت مالك يا بنت؟ حرام عليكي ما تطلعيش عين امي. عايزه ايه مني؟ عايزاكي تتجوزي يا بنت. طب ما انا مخطوبه لعاشور. ده كحيان ومدهول. طب انت عايزه ايه؟ عايزاكي تتعلمي من امك تعملي زي ما عمل. تعلمي ازاي تغري الرجاله. ازاي بقى؟ ده انا زمان جبت ابوكي برجل. بينت له لحد هنا وقع على ملا وشه. ازاي يا بنت بس؟ طب اقول لك على حاجه وتنبسي مني. قولي. مش انا وقعت الواد اللي بنات الحاره كلها بتجري وراه؟ مين؟ احمد. يا الف نهار ابيض. وقعت ازاي يا بنت؟ جيت من وراه واديته بالرجل. وقع على وشه في المجاري. الصبر يا رب من عندك يا بنت. بختك في عيالك. المهم سيبك من الكلام ده.
شفت اللي بيحصل في الحاره اليومين دول؟ عن نصبايا؟ ما هو الواد مرسال وعاشور خطيبي قالوا لي عن النصبايا دي وهيقلبوا من الراجل فلوس كتيره قوي، وعاشور خطيبي هيظبطني. هيظبطك ازاي؟ هيوديني جنينه الحيوان. هتتحبسي هناك مش هيخرجوكي. الفيل لسه ما ماتش. يا بنت حرام عليك اللي انت عاملاه فيا. حرام ايه يا ام؟ حرام؟ انت مجنونه؟ انت تقولي الحرام قوم وانا اقعد مكانك. اخفى عليك يا وحيده، حد يقول لامه كده برضو؟ طب خلاص يا ام ما تزعليش. بس انت يا بنت هبله، انا محدش هينصفني عليكي غير الواد اخوكي شمطه حبيب ام واقل واحد في العيله. يا شمطه انت فين يا شمطه؟ اس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شبطة. اهلا اهلا كورتي، طعمك حلو يا كورتي. بقول لك يا شبطة. عايزة ايه؟ امك عايزاني اتجوز. هتجوزك انا.